انطلق حفل افتتاح فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى الدولي لفنون ذو القدرات الخاصة أولادنا تحت شعار سوا نرجع فرحتنا، ومهرجان الفنون والفولكلور الأفروسيني برئاسة سهير عبد القادر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي الدول المشاركة بالمهرجان. وأحيت حفل الافتتاح الديفا سميرة سعيد. شعار سوا نرجع فرحتنا، انطلقت الدورة الخامسة لمهرجان أولادنا بحضور عدد من الوزراء ومنهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم. اسمحوا لي الأول بس إن أنا أحيي الأستاذة سهير عبد القادر على المجهود العظيم اللي هي بتبذله مع أولادنا. النهاردة إحنا بنحتفل بالملتقى الخامس بمجهود يعني مستمر ودايم، مش بس فقط مجرد الملتقى ولكن على مدار العام بيبقى دايما في نشاطات. الحقيقة بحييها وبحيي أولادنا على الروح الجميلة الموجودة وبحيي كل الشركاء مع أولادنا. كل سنة بيبقى فيه تطوير بيطوروا بشكل كبير جدا، عندنا مشاركات من دول أفريقية وأوروبية وأسيوية، ده شيء عظيم جدا جدا لذوي الاحتياجات الخاصة طبعا. كاميرا لايت شو غطت حفل افتتاح مهرجان أولادنا والتقت بالنجوم اللي كانوا موجودين. احتفالية كلها حب، كلها نقاء، بيضة قلبهم أبيض، ربنا كاتب النجاح والحب والقبول وعرفتهم حلوة، كل حاجة حلوة. حسيت بيهم وبمجهودهم وكنت بحضر معهم البروفات، فبجد ناس محترمة جدا. أقول لهم أنتوا جمال وأنتوا ملايكة على الأرض وعلموا الناس الرحمة. سعيد جدا أنا موجود النهاردة في حدث مهم زي ده. الشاعر عبد الله حسن وملحن شريف حمدان كلموني ان انا اكون متواجد بصوتي في حدث زي ده، وطبعا ما ترددتش لحظه، يعني كم بقى الطاقه الايجابيه والاولاد روحهم حلوه قد ايه تخليك تحب الموضوع اكتر ما انت حابه اصلا، مش هقدر اوصف لك. يعني عمل جميل جدا، من اكتر المرات في حياتي اللي اشتغلتها بسطت فيها بصراحه. ازيك؟ انت كويس؟ ما شاء الله. قوي سقفولك كويس ولا ما سقفوش كويس؟ ايوه. شفت النهارده العروض كلها ادوا اداء احسن من اي حد، يعني ادوا اداء في الغنى والتمثيل والرقص وكل حاجه، حاجه تبهر، حاجه تشرف يعني بصراحه. مشاركة عزيزة وغالية جدا على قلبي النهاردة، وحدث إنساني فني عظيم، مبسوط قوي إني شاركت فيه. الغنوة الجميلة اللي سمعناها النهاردة كانت من غناء النجم مين عطا، وكلمات الشعر المبدع بجد بجد عبد الله حسن. الأغنية كنا عاملين السنة دي قصة أرض الأحلام وبيتر بان، إن احنا بندور مع الطفل عموري على أرض الأحلام اللي فيها الإنسان لسه بخير وفي الناس بتحس ببعض وكده، وكل المميزات دي موجودة هنا في مصر في بلدنا، فكانت الأغنية بتتكلم عن الموضوع ده.